أعزائي المشاهدين، يسعدنا في هذا الصباح أن نرحب بطبيبين نعتز بتميزهما ونعتز بإنجازهما. الدكتور جمال مسعد، اختصاصي ومستشار جراحة أورام في مستشفى الجامعة الأردنية. صباح الخير دكتور جمال. الدكتورة بارقة صلاح، وأنت اختصاصية جراحة تجميل وترميم. صباح الخيرات. هل يعني إلى أي حد مستشفى الجامعة مؤهل بالكفاءات الإنسانية؟ هذا واضح. إلى أي حد هناك أجهزة متطورة؟ نعم. إلى أي حد هذه الأجهزة متاحة لكل المنتفعين وغير المنتفعين زي ما سمعنا؟ نعم. للاستخدام، ونعرف أنه كل سنة بيطلع جهاز بتطور أكثر من العام الماضي. اسمع منك يا ستي، أول إشي يعني أنا شكرا لك أنه أنت ذكرتي بالخير القطاعات الصحية اللي بالأردن. أنا بدي أحكي على مستشفى الجامعة. يعني مستشفى الجامعة يعني هو صرح طبي يعني كبير وعريق، ومستشفى الجامعة ليس الدور الأساسي تبعه اللي هو يعني بس معالجة المرضى، فهو مصنع للأطباء هذا. نعم. المستشفى يعني إحنا دائما أطباءنا المتميز، طلابنا المتميزين بالتوجيه اللي معدله فوق 97 أو 98 يدخل في كلية الطب، وهذول طبعا بيكونوا يعني بيطلعوا بالآخر أطباء ممتازين. وإحنا يعني الصدر راجع أو الفيدباك بيجينا من جامعات عريقة ومستشفيات عريقة بأمريكا وبأوروبا، يعني يمتدحون خريج الجامعة الأردنية، يعني لدرجة أنه مجرد ما يعرفوا أنه هذا خريج من الجامعة الأردنية يتجاوز بعض الامتحانات المطلوبة منه في هذه المؤسسات. فأنا يعني بدنا نحكي أنه هو مستشفى تعليمي، والمستشفى التعليمي يجب أنه يكون يعني إمكانياته كبيرة. وعادة المردود المادي في المستشفيات الجامعية أقل بكثير من المردود المادي في المستشفيات الخاصة، لأنه الهدف ليس ربحيا فقط. نعم. طبعا يعني كونه مستشفى كونه مستشفى جامعي، يعني معظم الأطباء يجب أنه يكونوا على علاقة بتدريس الطب. نعم. وبالتالي يجب أن يكونوا هم نخبة متميزة من الأطباء بالضبط. ويجب أن يكونوا هم مثل أعلى، ويعني يكونوا ضمير للمجتمع الطبي. سنعود إلى تعبير مصنع أطباء، بس نشوف هذا الفاصل الإعلاني. طيب جمال، بعد مع دكتور جمال مسعد. فيعني توقفنا عند مصنع أطباء نعم. تفضل. فيا ستي يعني تعقيب يعني إكمالا للإجابة، فمستشفى الجامعة يعني كإمكانيات يعني إمكانياته كبيرة جدا، ويجهد يعني كلمة يجهد مهمة لتحديث أجهزته وتحديث أبنيته. وطبعا هذا كلياته يعني بيكون محدود بالميزانية ودخل المستشفى. يعني أنا يعني من هنا يعني بحاول أنتهز الفرصة أنه يعني مستشفى الجامعة يجب إعادة اكتشافه، يجب إعطاءه الأهمية. نعم. التي يجب أن تولى لمثل هذا الصرح الكبير. يعني إحنا عندنا تحديث كان بقطاعات كبيرة بالمستشفى، وما نزال جاهدين لتحديثات أخرى. عندنا أجهزة متطورة كثيرة يعني يعني اجت على مستشفى الجامعة خلال السنتين الماضيتين، ويعني فتحت بعض الدوائر الطبية المهمة جدا كجراحة القلب وتشخيص القلب في مستشفى الجامعة. فيعني جاهدين حتى أنه يكون المستشفى على مستوى كبير من الحداثة والمنافسة، يعني بيستقبل هذه الحالات ويتابعها التي يعني في حدود المكالمة الهاتفية. نعم. بس أعزائي المشاهدين بحبوا يستغلوا وجود هذه الكفاءات. أكيد. وحبوا يعني يستفيدوا قدر الإمكان، وصاحب الحاجة يعني ما بدي أقول أرعن، بس بهمه يستفيد بأسرع وقت ممكن من صحيح. أي فرصة متاحة. صحيح. دكتور جمال مسعد، نحكي أيضا عن قضية الأطباء المتدربين. عندك أرقام مثلا أعداد لعدد أبنائنا اللي كل سنة مثلا بتخرجوا من مستشفى الجامعة الأردنية؟ يا ستي تقريبا يعني من 80 إلى 100 طبيب سنويا. نعم. نعم. يعني إحنا يعني الدكتورة بارقة وأنا إحنا خريجين الجامعة الأردنية. يعني الدكتورة بارقة بعد التوجيه دخلت على الجامعة الأردنية، والآن هي يعني مستشارة في جراحة التجميل في الجامعة. طبعا أنا درست في مصر بداية، ولكن تم تدريبي من ناحية مهنية في مستشفى الجامعة. فكوادر طبعا إحنا بالإضافة للتدريب بمستشفى الجامعة بنروح نكمل بعض التدريبات في أماكن أخرى. يعني أنا تخرجت من مستشفى الجامعة من الجامعة الأردنية. نعم. من مستشفى الجامعة،
ثم ذهبت إلى بريطانيا ودرست جراحة الأورام، والدكتورة بارك كذلك الأمر درست جراحة التجميل. يعني أبناء يعني 80 إلى 100 طبيب كل سنة. هلا يعني كادر كبير منهم موجود في مستشفى الجامعة، كادر كبير منهم موجود في وزارة الصحة، وموجود بالقطاع الخاص، وموجود بالدول العربية، وموجود بالدول الأوروبية، الحمد لله، وبحققوا إنجازات. فهذه يعني بنعود على مستشفى الجامعة كمصنع للأطباء، يعني هي يعني شجرة ومتفرعة الآن. نعم. وأنا حتى كمان من هنا يعني من هذا البرنامج خليني أستغل إنه يجي يعني لازم نعيد الصداقة لمستشفى الجامعة. يعني مش بس إنه يعني الناس تحكي عن مستشفى الجامعة بالجوانب السلبية، يعني كل إنسان له علاقة بمستشفى الجامعة سواء مريض أو تعلم به، يعني يجب إنه يحكي كلمة حق أو يدافع عنه أو يدعمه، والدعم بيكون بعدة أساليب وبعدة أشكال. وللأمانة من هذا المنبر خليني أحكي، يعني يمكن هذا آخر ما يمكن أن يقال في هذا اللقاء، اجت للبرنامج رسالة أو مكالمة هاتفية مش عارفة من مريضة بالتهاب الكبد الفيروسي وبدها تعالج أسنانها، فطبيبها الخاص اعتذر وراحت لطبيب آخر في القطاع الخاص، للأسف اعتذر. احنا بنعرف في أطباء قد يبادروا لمعالجتها، لكن صادف أنه الجهة الوحيدة اللي استقبلت هذه السيدة كان قسم الأسنان في مستشفى الجامعة الأردنية، بكل المحبة استقبلوها لأنه بدها معالجة خاصة وتعقيم من نوع خاص طبعا، والحمد لله أمورها كويسة بفضل قسم الأسنان أيضا. يا ستي إذا سمحتي لي بس يعني قبل ما يعني إن إحنا يعني الكلام إحنا بدنا نعطي الصورة المضيئة لمستشفى الجامعة، لأنه مستشفى الجامعة عندنا إحساس كعاملين فيه إنه مؤسسة مظلومة، ولكن هذا لا يعني إنه إحنا بالنسبة لزملائنا بالقطاعات الأخرى يعني كل يعمل جهده وكلهم يعني يا سيدي احنا بنحترم بالضبط، نحترم كل من يعمل في كل قطاعاتنا. احنا بنعرف القطاع الخاص مليء ايضا بالمتميزين بالضبط، والقطاع العام مليء، وهذا ما اعطى للاردن هذه السمعه الطيبه في المجال الطبي. دكتور جمال مسعد اختصاصي ومستشار جراحه الاورام في مستشفى الجامعه الاردنيه، كل الشكر لك. شكرا لك. دكتوره بارقه صلاح الصالحة مستشارة جراحة تجميل وترميم في الجامعة أيضا، كل الشكر على حضورك هذا الصباح. أهلا وسهلا بكم. شكرا.